اوقات سحر و افطار، 13واں رمضان المبارک۔ فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات کے لیے وقت سحر 4:21، وقت افطار 6:37۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين، برحمتك يا أرحم الراحمين.